هل يجب على الوالد تزويج ابنه إذا كان الوالد مقتدر والولد طالب؟ إذا كان الولد لا يستطيع يتزوج فعلى والده أن يزوجه إذا خاف عليه الفتن، يجب عليه ذلك، لأن هذا من النفقة، هذا من النفقة الواجبة للولد على والده. أما إذا كان الولد يستطيع يتزوج فليس له على والده حق. نعم.